أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، بحييكم من مجمع كفر نحوم عند بحيرة طبرية اللي بيعتبر وطن المسيح الثاني. بحب أحييكم حتى نكمل دراستنا بتعليم المسيح على الجبل عظته الشهيرة، وأنا بدعوك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة، ولسيما كثير من التعليم حدثت في نفس هذه المنطقة من جبل التطويبات من كفر نحوم اللي كانت بتعج بالسكان في أيام المسيح، جاءوا ليستمعوا كلمات الحياة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا عظة المسيح على الجبل، وأنا اليوم موجود في مجمع كفر نحوم. هذا المجمع من القرن الخامس الميلادي، مبني على المجمع الأصلي اللي حجارته حجارة بازلتية من القرن الأول، والمسيح طبعاً علم في هذا المكان، وكان يعني بضعة أمتار كان بيسكن في بيت بطرس. وهذه المنطقة بتشهد أحداث كتير من تعليم المسيح ومعجزات المسيح في هذا المكان. ما زلنا منحس طبعاً البصمات وصدى الصوت في هذا المكان من أعظم معلم. خليني أضيف إضافة، إحنا عم نصور اليوم ودرجة الحرارة 42 درجة مئوية، وطبعاً الحجارة بيضاء عبارة عن عاكس، فأنا حاسس كأنه موجود في أتون النار. فعشان بس أوضح أنه مرات كتير لما منصور بتشوف العين بتغلق أو بتشوف الـ 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 الألوان حتى بتتغير من البياض إلى السواد بسبب شدة حرارة الشمس الموجودة في هذا المكان. على فكرة وأنتوا بتشاهدوا هذه الحلقات كمان ارفعونا بالصلاة حتى الرب يعطي الطاقة وقوة أنه نستمر نصور ونعمل مثل هذه البرامج اللي بتتطلب جهد كتير ووقت كتير وإمكانيات كثيرة، بنضطر نمشي جبال وديان حتى نأخذ المنظر الصحيح. قال يسوع: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك بما تفعل يمينك. ثم قال يسوع: أحبائي في إنجيل لوقا، أعطوا ما عندكم صدقة فهذا كل شيء يكون لكم نقيا. ومكان آخر في إنجيل لوقا قال: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة. عالج المسيح الدوافع الداخلية للعطاء، وطبعا كالمعتاد هاجم رياء الفريسيين وكل أشكال مظاهر التدين الخارجي. فالعطاء مذكور في الكتاب المقدس، مذكور في العهد القديم، ومذكور أيضا في العهد الجديد. وكلمة صدقة هي كلمة عبرية من كلمة تصدقا، هاي الكلمة بتعني صديق أو بتعني بار، فالبار هو الذي يتصدق والبار هو الذي يعطي. نادت شريعة موسى قائلا: إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. وبحسب اللغة اليونانية كلمة صدقة بتعني كمان رحمة، فالشخص الذي يتصدق هو بار، والشخص الذي يعطي عم بمارس أعمال الرحمة. المشكلة أحبائي في أيام المسيح العيب ما كانش في إعطاء الصدقة، لكن الطريقة والإعلان عنها، كما قال المسيح: أحب مجد الناس أكثر من مجد الله. والمسيح قال: نالوا أجرهم، طلبوا مديح الناس لهم، هذا كل ما حصلوا عليه في هذا الأرض، مديح الناس. لكن صدقة المؤمنين المسيح تكلم بصيغة تحذير: احترزوا. هذه الصدقة في الخفاء يسميها، لا تعرف ماذا تفعل يدك، بيتكلم عن الكتمان والسرية.
لأن المعطي المسرور يحبه الرب. علمنا الكتاب أن نكس العريان وأن نطعم الجائع وأن نخلص الخاطئ. فالرب هو المنعم الكريم، هو الجواد والمعطاء. حياة البر، حياة الصدقة تتكون من حياة الطاعة للوصية، تحب الرب إلهك. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. That impresses me most about the Sermon on the Mount is something that I've only come to grips with recently, which is that it really is written for me. Do I mourn? Well, I'm blessed that I haven't had a lot of tragic experiences in my life, but I have experienced mourning. And now I know that that promise that I will be comforted is for me in this day, in this age, not some heavenly reward, but now. Can I be a peacemaker? You know, the two Beatitudes about making peace and being persecuted, they go back to back, because this, the phrase to make peace means to be, from Hebrew, would mean to be a person who runs after peace, pursue peace. But the word to persecute is from the very same root in Hebrew, radaf. To be persecuted is to be pursued. So you pursue peace, and as a result, you may be pursued. And the people who make peace often suffer for it. These things are for us today, and they're a calling and a comfort and a way of life. And what is really important is that it's not about fame and it's not about glory. It's about an inner quality of our relationship with God and with each other, and that we can do it because it's the right thing to do, and we don't have to be rewarded for it by other people, but God is keeping track. He knows every hair on our heads. He's watching over it all, and the reward will be from Him. المسيح عم بقارن بين عطاء المرائين وبين عطاء المؤمنين. عطاء المرائين يعني اللي بيمثله هو عبارة عن نفاق ومظاهر تدين خارجي. العهد القديم بيتكلم مرارا وتكرارا عن الصدقة وعن العطاء وعن الاهتمام بالفقير، مثل ما شفنا في شريعة موسى: الفقراء معكم، وهكذا كررها المسيح: الفقراء معكم كل حين. فالشخص اللي بيظهر الأحشاء والمحبة والعطاء عم بيعبر عن طبعا حياة سيده اللي هو الرب يسوع المسيح. هذا العطاء للمؤمنين أحبائي عمل إلهي، لأنه بيعبر عن محبة القلب. المشكلة كان مش في العطاء، لأنه موجودة في الشريعة وبيعرفوها وعم بيعملوها، لكن الدافع لهذا العطاء. فالرب يسوع بيتكلم عن بعض الجماعة اللي عم بجيب الموسيقى، بيضرب البوق، وعادة يمكن بتكون في أيام السوق احنا بنسميها، لما بتجتمع كل عامة الناس في الماركت وكل الفلاحين بيجوا، ففي كتير فقراء كمان في هذه المرحلة. بعض الأغنياء كانوا بيجيبوا شخص انه يبوق، وعلى أساس أنه يتجمعوا ويبتدي يوزع هذه العطايا. برضو الحديث إسا مش غلط، لكن إذا كان الهدف أنه أنال مديح وأنال مجد من الناس، هون الخطأ. فالمسيح طبعا اللي الشيء اللي تكلمه كان صدمة، بيتكلم حتى ما تخليش إيدك تعرف شو الإيد الأخرى عم تعمل. يعني بكلمات بسيطة: لا تحاول أن تجتذب الناس لكي تراك، أبوك الذي يراك في الخفاء يجازيك علانية. وأكيد برك رح يكون أمامك، ومديحك رح يكون من الرب مش من الناس. حبا هذا القانون هو قانون إلهي. حتى في العهد القديم الله كان عنده اهتمام خاص بالفقراء.
كان بيتكلم لشعب إسرائيل بالشريعة إنه في السنة السابعة بتكون سبت، يعني بتريح الأرض لسنة كاملة، بتتركها لكن بيعطي السبب ليأكل فقراء شعبك. لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. في سفر التثنية كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره إلى الأبد. تعرف أحبائي، في موضوع العطاء كتير مرات بننشغل بالأنشطة الدينية، لكن الأنشطة الظاهرة التي يراها الناس، لكن السؤال: ما هو الدافع لهذا العطاء؟ مهما تعمل، وطبعا هذا الاحتياج رح يضلوا لمجيء المسيح ثانية، احتياجات للخدمة، احتياجات نشوف انه مساعدة الفقراء، احتياجات انه نبني ملاجئ، مستشفيات، مدارس، الاهتمامات بالمرأة والأطفال والمجتمع، وانه فعلا نساعد الناس في الدول المتضررة والدول الفقيرة، نبني عيادات، نساعد الناس اللي ما عندهمش الإمكانيات إنه يعني يقوموا بهذه الأعمال. فالمسيح بيتكلم عن احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. هو يعني بيتعامل مع جوة، مع الدافع، مش مع المظهر. الرب يسوع أحبائي عاوز يعلمنا درس مهم جداً، إنه نتشبه ونتمثل فيه. شو الدافع العطاء في حياتنا؟ هل مجرد أنشطة دينية، مظاهر تدين التي تفتقر وتخلو من التأثير وتخلو من القيمة، وإنه فعلا إنك تخفف من عبء المجتمع وإنك توصل رسالة حية لكل محتاج؟ فأنا بتأمل إنه الدافع للعطاء يكون المحبة، لأنه لما أنت عندك محبة أنت راح تبذل، أنت راح تعطي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل، أعطى شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. هذا عطاء الله بسخاء. الدافع العطاء أنه أنا بتشبه بالرب، بتشبه بهذه المحبة. شيء آخر، الدافع للعطاء فعلا الشخص اللي بيعطي على فكرة هو شخص شجاع، مش خايف، عنده ثقة، عنده إيمان كامل بالرب إنه الله رح يعتني به. فاللي بيعطي هو الشخص الشجاع. الشخص اللي بيخبي الفلوس عم بتظاهر أمام الناس بيعطي يمكن شوية نقود، لكن يعني ما عندوش الشجاعة أن يأخذ خطوات. زي ما عندنا الشجاعة أنك تبني بيت ولا تأخذ قرض من البنك لبيت أو تبني شيء، أين الشجاعة أنه نشوف أنه نساعد خدمات أو نساعد أنه اسم يسوع المسيح ينتشر في كل الأرض؟ فبيتطلب طبعا تضحية، وهذا تعبير عن التكريس الكامل، أن حياتي مش لإلي، لأنكم اشتريتم بثمن، فمجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. العطاء يقود للبهجة، بخليك تكون فرحان، مبسوط، مسرور. العطاء بيتطلب نعمة، دايما في نعمة غنية في قلبك اللي بتعبر انك فعلا اختبرت حضور الله. حذر المسيح: احترزوا ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. فطبعا الفكرة: ما هو الدافع؟ في الحياة اليهودية، في المجامع وحتى في الهيكل، في أماكن خاصة اللي بيحطوا فيها الخزنة، وفي خزنات متعددة، كل خزنة بيكون لها غرض وهدف. في خزنة مثلا تستخدم النقود للبناء والتطوير، لكن في خزنة كانت تستخدم للفقراء، وفي خزنة كانت تستخدم للناس حتى اللي ما عندها الإمكانية إنه تقدم ذبيحة، حتى أبسط الذبايح إن يكون على الأقل عندهم شوية نقود إنه يقوموا في هذه الذبايح.
الله يسر مثل هذه الذبائح لما بتكون احنا بنعترف وبنشكر رب على كل حسناته وعلى كل بركاته في حياتنا. المسيح بشجعنا على العطاء وبشجعنا انه تكون حياتنا فعلا مضحية مباركة للآخرين، بس احذر انه يكون عطائك للناس حتى تتمجد من الناس. بصلي انه الرب يباركك ونشوفك في الحلقة القادمة.